الدولار الأمريكي مرتفع، ومع ارتفاع الأسواق العالمية اليوم ووسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقوم برفع سعر الفائدة مما يدعم الدولار. التصريحات الأخيرة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي تشير إلى ارتفاع بسعر الفائدة قريبا. أحد هؤلاء المسؤولين هي محافظة البنك المركزي لآل برينارد، والتي قالت أن تحسن الأسواق العالمية وأيضا تعافي الاقتصاد الأمريكي يعني ذلك بأن الوقت قد يكون مناسبا لرفع سعر الفائدة. ننتقل للعملات. سعر اليورو دولار منخفض وب 0.3% عند مستوى دولار فاصل 0.513، والزوج منخفض. الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي ينخفض ب 0.2% وعند مستوى دولار فاصل 22.65، وهذا الزوج يواجه ضغطا. أما الدولار مقابل الين الياباني فالزوج مرتفع وبنسبة 0.5% وعند مستوى 114.37، والزوج يتجه للارتفاع. تركيز اليوم على اليورو مقابل الين الياباني، الزوج مرتفع، ومؤشر القوة النسبية RSI يظهر زخم صعودي، ولذلك يفضل الشراء فوق مستوى 119.80 ومع وجود الأهداف عند 120.65 ثم 121. أما بالنسبة لأسعار المعادن فالأسعار منخفضة اليوم والتركيز على الذهب. سعر الذهب يواجه ضغطا ويحد من ارتفاع الذهب المتوسط المتحرك المتراجع للخمسين ساعة. يفضل البيع دون مستوى 1250.50 ومع وجود الأهداف عند 1237.80 ثم 1234.50. أخيرا سعر الفضة منخفض ب 0.8% وعند مستوى 18.34. كان معكم هدى عثمان لتريدينج سنترال ويب تي في من بورصة نيويورك.